طبعا يا حبيبتي ربنا يخليه لك يا موني. انت امي مالها امك بقى؟ بتحبك اكتر مني. ازاي؟ جعانه وحشتيني. انا كمان قوي بجد. حالا دلوقتي هنفطر حنان. ايوه عايزه اكل حاجه حلوه. يلا هعمل حاجه حلوه على اكمل. خالد مفاجاه مش كده؟ حاسبي يا بنت شنطتي وراكي. في ايه يا ماما؟ انا ماشيه يا موني. يا ماما استني يا ماما. استني يا ماما في ايه؟ يا ماما استني يا ماما وحشتيني ارجوكي بس استني. انا مش عايزه اسمع صوتك ولا اكلمك كلمه واحده. طب انت هتفضلي كده لحد امتى؟ انا عمري ما هسامحك على العمله السوداء اللي انت عملتها دي. لو اعرف ان انت عزماء انا ما كنتش جيت. عيب والله العظيم. ما عزمني. ماشي يا موني. والله ما حد عزمه. ما تنطق يا ابني. طب اجري وراها الحقها على الاقل. لا انا بقالي سنتين بتحايل عليها وهي راكبه دماغها. ما هو من العملة السودة اللي انت هببتها كسرت نفسها يا اخي. ليه؟ في ايه؟ هو انا عملت ايه؟ وانا عيل صغير مثلا؟ ولا عملت حاجة حرام؟ كل ده عشان اتجوزت واحدة من غير ما اخد اذن امي؟